إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم بإذن الله يتعلق بمشاكل واتساب مؤخرا، حيث اتضح جليا أن شركة واتساب تعاني من مشاكل، وكذلك حاولت أن ترسل رسالة إلى مستخدميها بالصبر حتى حل المشكلة التي يواجهها هذا التطبيق، أي تطبيق الواتساب. وقالت شركة واتساب في تغريدة لها على تويتر: ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع واتساب في الوقت الحالي. وأضافت شركة أي واتساب: نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها، وسنرسل تحديثا هنا في أقرب وقت ممكن. وتعرض موقع فيسبوك وعدد من المواقع التابعة له لعطل فني مساء اليوم الاثنين دون الكشف عن السبب وراء هذا العطل. وشملت الأعطال منصات فيسبوك وإنستغرام وفيسبوك ماسنجر وواتساب. وذكر موقع داون ديتكتور الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى فيسبوك، مؤكدا على أن المشكلة شاملة وعالمية. وأعلنت شركة واتساب في بيان في فبراير 2020 أن عدد مستخدميها بلغ 2 مليار مستخدم. إذن إخواني أخواتي، كان هذا كل ما يتعلق بالعطل الذي تعاني منه شركة واتساب مؤخرا، والرسالة التي حاولت تمريرها لمستخدميها إلى حين حل المشكل. كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم أمار بغيف. رجاء وضع تعليق والضغط على زر الإعجاب. شكرا لكم وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.